يمر العالم من وقت لآخر بظواهر اختفاء لا تفسير لها. تعتبر قضايا المفقودين حالات بردة كما يطلق عليها المحللين الجنائيين، وذلك نظراً لعدم وجود تفسيرات عقلانية لها، ونرصد لكم في التقرير القادم بعد هذه الحالات. في منتصف القرن العشرين ظهر للفريق فيليكس مونيكيلا جسم مجهول يحلق على طائرته، وعندما ذهب للتحقق منه اندمج معه واختفى تماماً حتى اليوم. سفينة الأشباح ميفي جيتا اعتقد صناعها أنها غير قابلة للغرق، وتحركت بالمياه واختفت في أكتوبر بالمحيط الهادئ، وحتى الآن لا نعرف أين الناجين منها. في أواخر القرن العشرين حلق فريدريك فوق أستراليا، وأفاد أنه يوجد جسم غريب يحلق فوق طائرته، وبعد قليل انقطع الاتصال بينه وبين القيادة واختفى إلى الأبد. اختفاء ديب كوبر من على الطائرة التي كان يستقلها، وذلك أثناء إخلائها بعد اختطافها على يد مجهولين، ولن يعثر له على أثر حتى هذه اللحظة. اختفاء سكان مدينة بنتيغون في أمريكا، وظلت الشرطة في حيرة طوال 30 عام، وانتهت الاختفاءات بطفل ذو الثامن سنوات وهو يلعب مع الحيوانات بحديقة منزله. اختفاء طائرة طيران مدني اتجهت من كوالالمبور إلى بكين في مارس الماضي، ولا أثر لها على شاشات الدار حتى الآن. في ثلاثينات القرن العشرين اكتشف صائد فراء مدينة كندية، واختلف الناس في حقيقتها، فالبعض يقول أنه شاهد رعد يضرب أهلها فجأة، وغيرهم يزعم أن سكان الإسكيمو سكنوها من 2000 عام، ولا أحد يعلم أين هم حتى الآن.